تتحرك. دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، مساء الخير على حضرتك. اهلا استاذ احمد بسيادتك وبالساده المشاهدين ومرحبا. تحرك من جانب سيادتك ايضا لدعم اهلنا في محافظه اسوان، ايه اللي حضرتك هتعمله كوزاره الاوقاف كوزير الاوقاف؟ اولا طبعا بنسال الله عز وجل ان يحفظ مصر واهلها من كل سوء ومكروه، وان يخفف عن اي انسان اصيب باي شيء في حياته. ان شاء الله يعني الامور باذن الله بالمتابعه لحضراتكم استاذ المحافظ كما تابعنا. الحمد لله الشعب المصري بطبيعته شعب متكاتف متعاون، يقف مع جانب بعض وقت الشدائد، ودي ثقافتنا وحضارتنا وديننا واخلاقنا اللي احنا تربينا عليها، سواء بثقافتنا الدينيه او بثقافتنا الوطنيه او بطبيعتنا الانسانيه. الشعب المصري معروف بهذه الروح، فتحيه لكل من يقف الى جانب اي انسان في اي كرب او شده ليكون الى جانبه. طبعا لما تابعنا الحاله وجدنا بعض البيوت بالفعل قد تاثرت نتيجه السيول، قلنا اسهاما من وزاره الاوقاف في التخفيف عمن اضيعوا او اضيعت منازلهم او تعرضت لهدم جزئي، او سواء بقى وفق ما تراه المحافظه سواء باعاده تاهيل نفس البيوت اذا كانت بعيدا عن مخرات السيول او ببناء بيوت جديده، اردنا ان نضرب النموذج فخصصنا من الموارد الذاتيه للاوقاف اللي هي وفق شروط الواقفين في مجال البر واعمال البر واعانه اصحاب الحاجات 10 ملايين جنيه مخصصه لاعاده تاهيل بعض المنازل او بناء منازل جديده وفق ما تراه المحافظه بالتنسيق مع وزاره التضامن على نفقه وزاره الاوقاف. واحنا جاهزين فورا أن يأتينا الإحصاء من المحافظة، سنتحرك على الفور لعمل اللازم في ذلك بإذن الله تعالى. فإحنا بنتكلم على 10 مليون جنيه من الأموال الذاتية أو الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف. بالضبط يا أستاذ أحمد، ربنا يكرمك. طيب سيادة الوزير، خلينا نروح لملف مهم آخر بالإضافة بعد أسوان. عندنا فعالية كبيرة جدا الشهر اللي جاي في سانت كاترين، والدولة بتشتغل على سانت كاترين بأمر في منتهى القوة. كان رئيس الوزراء بيشرح قبل الشهر الماضي في أثناء افتتاح محطة بحر البقر في شرق قناة السويس اللي هيتعمل في سانت كاترين والتجلي الأعظم. ممكن تقول لنا يا فندم إيه اللي هيتعمل إن شاء الله في الاحتفاليات؟ أولا بحيي حضرتك على إثارة هذا الموضوع. مصر بص من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب، أينما وطأت قدمك في أرض مصر وجدت جوانب عظيمة، سواء جوانب روحية دينية حضارية تاريخية. في الوقت اللي بتعد فيه وزارة السياحة والآثار لفعالية كبيرة في مدينة الأقصر، تعد أيضا بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومع وزارة الثقافة والأوقاف لفعالية دولية عالمية تاريخية في سانت كاترين. لماذا سانت كاترين ولماذا هذه المنطقة؟ لا حضرتك بتقول دولية عالمية تاريخية في سانت كاترين. لماذا كل هذا استاذ احمد؟ اولا المكان الوحيد الذي تجلى فيه رب العزة على نبي من انبيائه وسيدنا موسى عليه السلام، وكلمه تكليما في الوادي المقدس طوى من ارض سيناء. وفي هذه المنطقة المباركة البقعة المباركة آيات عديدة، ويكفي أن القرآن الكريم خصص صورة كاملة هي صورة الطور، وبدأ سبحانه وتعالى بالقسم والطور وكتاب مستور، وقدم القسم بالطور على الكتاب المستور وعلى العرش الكريم، فتأكيدا على قيمة هذه المنطقة. ثم يأتي البيان والطور ليؤكد أن المقصود بالطور طور سيناء، فيقول في صورة أخرى صورة التين والتين والزيتون وطور سينين سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. كل هذه الآيات الكريمة الواضحة الظاهرة الدلالة تؤكد علم اليقين بأن التجلي الأعظم لرب العالمين عز وجل كان بطور سيناء وبسانت كاترين، حيث الوادي المقدس والبقعة المباركة من الشجرة يأتي عبق هذه المدينة. إضافة
إلى الطبيعة الفريدة الفريدة لهذه المنطقة التي يعرفها كبار الباحثين في العالم. الأمر الأهم في سانت كاترين يتعانق المسجد والدير، ودير سانت كاترين له خصوصية. صحيح. تخيل داخل الدير، أكيد يا أستاذ أحمد حضرتك تعلم، غرفة صلاة داخل دير سانت كاترين، فهي رمز التسامح. أقامت محافظة جنوب سيناء وكنا شركاء معها عدد من الفعاليات سابقا تحت عنوان هنا نصلي معا رسالة سلام للعالم. لكن هذه المرة هي رسالة على نطاق أوسع وبمشاركة واسعة بين جنوب محافظة جنوب سيناء، وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف. وستكون الفعالية على مدار يومين كاملين، وبشهود يعني مدعوين ممثلين للسفارات. 9 و10 ديسمبر اللي جاي، 9 و10 ديسمبر. أيوة. الاحتفالية والفعالية هتكون يوم الخميس 9 ديسمبر. وزارة الأوقاف تنسيق... دور حضرتك ايه الأئمة ودور نسيق... هناك تنسيق كبير جدا بين الأوقاف والسياحة والآثار والثقافة والمحافظة وهي تنشيط السياحة بالطبع. احنا تأكيدا لهذا احنا لم نتوقف استاذ احمد. احنا الحقيقة بعثنا عدد كبير جدا من القوافل الدعوية من الأئمة والواعظات، والقوافل التي تذهب من الأوقاف ذات طبيعة مزدوجة، فمن جهة تلتقي بأهالينا من بدو المكان وتقوم بواجب دعوي، لكن الرسالة الأهم أن يتعرف الأئمة والواعظات. الأسبوع الماضي كان في قفلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف يومي الخميس والجمعة، ونعد القافلتين أخرى للواعظات وقافلة للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة، ليقف الناس على تاريخنا العظيم، التاريخ الروحي لهذه المنطقة. ونحن على ثقة مع زملائنا في الوزارات ومحافظة جنوب سيناء إن الفعالية زي ما قلت لسيادتك هتكون دولية عالمية وربما غير مسبوقة في هذا المكان، إضافة طبعا إلى توجيهات سيادة الرئيس حفظه الله بأن تقوم الحكومة متكاملة بتطوير كامل لمنطقة سانت كاترين. هناك عمل يجري على قدم وساق، يمكن اللي هو خالد فود يكون أقدر مني في اللي بيتم في فنادق صديقة للبيئة هتتم هناك في المنطقة. هناك طبعا تطوير كبير للمطار ليكون يعني بدل ما ياخد رحلات نهارية صغيرة ياخد رحلات نهارية وليلية، وتأتي رحلات شاطئ من مختلف دول العالم إلى مطار سانت كاترين. هناك تطوير في البنية التحتية في الطرق المؤدية إلى سانت كاترين. هناك تطوير شامل لمنطقة التجلي الأعظم، وهي جديرة بهذا التطوير، وده تأكيد على أن الدولة المصرية تعنى بتاريخها وحضارتها وتعنى بمفاهيم التسامح الديني. احنا في ديانتنا الإيماننا لا يكتمل إلا إذا أمننا بأنبياء الله السابقين المرسلين، سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام. هذه المنطقة رمز لهذا التسامح، التجلي الأعظم، دير سانت كاترين، مسجد الوادي المقدس. هناك مسجد سيبنى على طراز يعني راقي وحديث في إطار تطوير المنطقة، الكل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. يوم 9 تكون احتفالية عظيمة يعقبها يوم 10 نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بمنطقة سانت كاترين، ويسعدنا حضور سيادتك والقناة بإذن الله أستاذ أحمد. نتشرف سيادة الوزير. خلينا نروح لملف آخر سيادة الوزير، وكل التحية لحضرتك على هذا الشرح الوافي يعني كمان، والمخططات القادمة حضرتك بتتكلم عنها بهذه الطريقة المتميزة، بشكر حضرتك. ولكن خلينا نروح النهاردة تقريبا يوم الخاص بصناديق التبرعات من المساجد. إيه اللي حصل في هذا الأمر، ولماذا هذا القرار الآن؟ الحقيقة أستاذ أحمد زي ما قلنا إن الدولة بتتجه لعمليات أعلى درجات الحوكمة والشفافية في كل جوانب الحياة وليس في جانب واحد، والدولة بتتجه للدفع غير النقدي في الميكانة في كل شيء، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي. العالم بينتقل من التعامل الورقي
الى التعامل الالكتروني واعلى درجات الشفافيه. نعم. وانا يمكن قلت في يعني وذكرت ان الصور اللي كانت بتتم على بعض الطرقات وانت ماشي تجد واحد واقف بصندوق او بكرتونه تبرع لبناء مسجد وانت لا تعلم هل الرجل ده مفوض بالفعل عنده تصريح جمع مال ولا لا. والجميع يعلم استاذ احمد ان جمع المال خارج اطار القانون جريمه مجرمه قانونا. ان حد يجمع الاموال بدون خطاء قانوني وبدون تصريحات رسميه. نعم. الامر الاخر ان احنا لم نمنع التبرعات وانما حوكمنا هذه التبرعات بحيث ان احنا في حسابات مركزيه وبتجري دراسه الامن على البنوك لايجاد وسائل للتبرع خير النقدي غايه التيسير. الان احنا اليوم كان عندنا ممثلين لبعض البنوك في الوزاره. أيوة. بندرس البدائل للتبرع غير النقدي. وقسمنا التبرع في المساجد لثلاثه انواع. نوع حد عايز يجي يجيب مستهلكات بسيطه يغير لمبه الكهرباء يعدل يغير حنفيه يجيب مكنه يجيب يعني ادوات نظافه ده موجود على الرحب والسعه وبنشكره ودي صلاحيه امام المسجد يكون عنده دفتر لامساك التبرعات المستهلكات يسجل الكلام ده بس عشان نفهم ونعرف ان ده دخل للجامع. ولا جه واحد فيهم وقال والله ده انا جبت مثلا 2 لتر كذا نقول له تعالى دخلوا واتعاملوا. في بقى امور معمره زي المكيفات يتفضل يتبرع بس كل اللي فيها انها تدخل عهده مخزنيه يتغير العامل يتغير الامام يبقى السجلات دي ذات قيمه كما يتم عندنا في اي اجراء مخزني. ثم بعد ذلك اما انك عايز تتبرع بصفه عامه لبيوت ربنا في حساب مركزي. طب انا عايز اتبرع للمسجد الفلاني. من حق مجلس الاداره الرسمي ان يعمل حساب. يعني انا اقول لحضرتك وانا بكلمك الان مسجد سيدنا الامام الحسين له مجلس اداره وله رقم حساب والناس بتتبرع والناس قائمه على اكمل وجه. مسجد الستين السيده زينب عشرات بل مئات المساجد لها مجلس ادارات معتمده والمجلس عنده حساب رسمي بس الفلوس داخله في الحساب وطالعه من الحساب. اتنين احنا بننتقل للجمهوريه الجديده. احنا هنعمل حاجات تاني ودي بقى يمكن جايه لحضرتك كده خصوصيه خصوصيه هي اول مره نقولها لسه قدام رئيس القطاع احنا في المكتب الان وانا كنت بكلمه يعمل العمليه دي. احنا عايزين نقضي على اي ظاهره سلبيه سواء كان تسول حقيقي او تسول مقنع. احنا قلنا اي حد يجمع مال تحت اي ظرف عند المساجد وسابقا عملنا محاضر لبعض المتسولين خاصه امام مساجد آل البيت حتى اللي هي صناديق حفظ الاحذيه اعزك الله احنا هنطلع قرار ان حتى دي خدمه مجانيه مجانيه والعامل لو عايز مكافأة يكافأ من الوزارة بحيث ان المصلي لما يجي يصلي ما يبقاش هو داخل حاسس ان عنده ما يشبه الاتاوة الراجل ياخد منه الحذاء بالعافية ويدفع يدخل جوه الراجل يجي على عليه بالصندوق او بالكرتونة. انا عايز المصلي يدخل معززا مكرما واحنا كل الخدمات اللي تقدم في المسجد ده واجبنا. وهدي لحضرتك نموذج اللي هو خالد فودة من اكتر من سنه او سنتين. نعم. قال احنا محافظه عايزين ندي وجه حضاري احنا محافظه سياحيه. مش عايز السائح لما يجي واحد واقف يخبط له على الباب. صح. يخبط انت عارف يا استاذ احمد يخبط له هنا تعالى واقف يخبط له على الجزمات ويخش جوه يجي في وسط الصلاة لو بيصلي او جاي يزور التاني واقف له بكرتونة. المظاهر دي يجب لا تليق بوضعنا الحالي. احنا دولة عظيمة وجمهورية عظيمة وقيادة عظيمة ندي الوجه اللي يليق بمساجدنا وبحضارتنا. اللي هو خالد فودة قال ايه؟ مفيش صناديق نهائي وما تحتاج اليه المساجد المحافظة متعاونة مع الاوقاف في كل خدمة المساجد ومفيش اي مشكلة ومحدش اشتكى وما حصلش حاجه في جنوب سيناء. احنا بنقول للناس ان الدوله المصريه انت عايز تيجي الجامع تعالى وانت مش عاتل هم حاجه
ولا قلقان من واحد واقف لك على الباب ولا هيجي لك بصندوق وانت بتصلي. طب لو في مساجد النهارده لسه هتجمع تبرعات وهتاخد فلوس من الناس وفيها الصناديق، سيادتك اتعامل معاها ازاي؟ شوف انا بقول لسيادتك على حاجه، دي مخالفه جمع مال خارج اطار القانون، دي مش مجرد مخالفه اداريه. ده جمع مال لا خارج اطار، وانت عارف يا استاذ احمد لا. الحمد لله احنا الان في سيطره على المساجد. لكن انت سيادتك عارف ان من قبل قبل 2011 لما كانت الجامعات اياها بياخدوا الفلوس يودوها للاخوان يقول لك تبرع لفلسطين، وكانت بتروح وكانوا بيجمعوا اموال طائله ما حدش عارف بتروح فين. لا اتعرف بعد كده راحت فين واتعرف واحد فين واتجمعت منين. نعم. وكان بيجي بها اكل للناس اللي كانوا قاعدين في صحيح. التجمعات بتاعتهم. ومبالغ طائله تحت اسم بيت ربنا. انت الان بتوجه ضربه قاصمه واخيره للجماعات المتطرفه. قول لسيادتك على حاجه. قول يا فندم. الجماعات المتطرفه كان هدفها في المساجد قديما قبل 2011 هدفان. السيطره على العقول من خلال بث الافكار، والسيطره على الاموال واموال الصناديق من خلال التبرعات. احنا انهينا الاولى والحمد لله انهينا الثانيه. واللي عايز يجي يخدم بيت ربنا يدفع، وهيدفع من جيبه في خدمه. يعني بقول مجلس الاداره اللي عايز يخدم بيت ربنا انت جاي تخدم مش جاي تاخد. مظبوط. وفي طيب. ناس صعفاء بيخدموا موجودين واحنا طيب. معاهم وبندعمهم. هل في رقم سياده الوزير لحجم التبرعات اللي كانت بتتم خلال المساجد صناديق المساجد؟ يا دكتور هشام هات لي الطلب هات لي الكشف اللي معاك. هقول لك انا من واقع الكشف ده حضرتك في المكتب بتكلم حد في المكتب يا فندم؟ انا في مكتبي ومعايا رئيس القطاع والكشف قدامي اهو. طب هايل. اتفضل. الكشف قدامي. ايوه. تخيل يا استاذ احمد احنا تقريبا يمكن ده على مدار سنة تقريبا وفي حاجات في مساجد كبيرة مش هينفع اقول اسماء مساجد عشان ليه؟ بس محدش يقول مش هقول لك بس يعني فضل. خلينا بس عشان محدش يقول ان احنا فضل. بنعذر بحد اتفضل. في مساجد كان صندوق مجلس اضاءة ما اتفتحش له سنتين له كام؟ سنتين. ومسجد من المساجد الايه اللي اسمها الكبيرة الخض لما فتحنا الصندوق لقينا اجمالي المبالغ 1700 وحاجة و30 جنيه. طيب دول يستاهلوا ان انت تحط صناديق وتقول له تعالى وخبط له على الصندوق؟ انا ما تم اجماله في بعض المحافظات قدامي اهي قدامي محافظات بالكامل بالكامل. لما جيت للحوكمة قال لك انا ما عنديش صناديق من اصله وطول السنة ما جمعتش. طب انت زعلان ليه؟ محافظات كاملة كاملة بس كانوا بيجمعوا قبل كده. قالوا لا احنا طول قالوا احنا ما كناش بنجمع. نعم. اكمل لك بس. نعم. بعض المحافظات اجمالي المبالغ اللي هي جمعت في الصناديق ربما لعدة اشهر لم تفتح مش شهر واحد اقل من 2 مليون جنيه. اقل من 2 مليون من 2 مليون. لما هنعمل حوكمة صنارة المبالغ الحقيقية. لان احنا لما عملنا حوكمة لصكوك الاضاحي جمعنا 143 مليون في العام الماضي. دخلت البنك المركزي في حساب موحد طلعت على التموين من نفس الحساب اترجمت للحوم للفقراء. الدولة تسير في حوكمة عظيمة واحنا هنعمل ده عشان ناقة. طب يعني هل صناديق النزور موجودة ولا لا؟ واذا كانت موجودة مسؤولية مين والمحاسبة والحوكمة واطمئن على كل حاجة؟ الله ينور. احنا دلوقتي امبارح نزلنا قايمة اتنشرت على موقع على صفحته موقع الوزارة وراحت المديريات. مساجد النزور محددة بالاسم. ايوه. بالاسم. كام عددهم؟ نحو 200 مسجد. ايوه. تحديدا 197 مسجد. ايوه. منهم 191 مفتوحين. وفي حوالي 5 أو 6 مساجد قيد الصيانة. المساجد دي بقى اولا فيها حوكمة غير طبيعية. ليه؟ الصندوق كل صندوق له مفتاحين. مفتاح في الوزارة ومفتاح في المديرية. وبيتفتح بلجنة لابد فيها عضوين من الوزارة. واموالها مقننة بالقانون وده انا ما جيتش عندها لسبب. لان مساجد النزور لها قانون مساجد النزور. وانا دي شركاء فيها لان القانون بيمنع 10% من عوائد شهريا من عوائد صناديق النزول للمشايخ العامه للطرق الصوفيه. وفقا فدي منظمه بقانون وقائمه مساجد النزول محدده ونشرت امس ورحت المديريات
وتمظ بحوكمه غير طبيعيه. واقول لحضرتك حاجه، بتجمع فلوس قد ايه في السنه؟ هقول لحضرتك. ايوه، في 2000 قبل 2014 وقبل تولي سياده الرئيس، نعم، وقبل ما تدخل الدوله كلها في عمليات الحوكمه، كان متوسط النزور 6 مليون جنيه سنويا. قبل كورونا السنه، يعني 19. اخر سنه ماليه قبل كورونا كنا نحو 30 مليون جنيه. فلما عملنا عمليه الحوكمه التبرعات انتقلت من 6 مليون ل 30 مليون جنيه صناديق، عوائد صناديق النزور. نعم، ان شاء الله احنا بنعمل عمليه حوكمه شفافيه. مجلس اداره من حقه يفتح حساب رسمي ويكون تحت مراقبه الوزاره والاجهزه، تقدر تشوف دخل له كام وخرج منه كام. وباكد لسيادتك اهو، غير مسموح لاي امام او عامل او اي من العاملين بالاوقاف او اي جمعيه من الجمعيات او جهه من الجهات جمع اي اموال تحت اي شكل او مسمى بطريق الدفع النقدي او المباشر او حتى اي شكل داخل ولا حد يقعد لا جوه الجامع ولا براه، ولا بره الجامع ولا في ساحه الجامع. وانا نبهت وعملنا تعميم ان اي حد يجمع هيتم عمل، سواء يجمع بصندوق او يجمع بغير صندوق، ان هو انت هيتعمل له محضر جمع مال خارج بالمخالفه للقانون. اللي بره المسجد ده مش تبع سيادتك يا فندم، في جهات اخرى مسؤوله عنه. ساحه المسجد، حرم المسجد، انا بتكلم عن حرم المسجد يا استاذ احمد. وانا عبر برنامج سيادتك اتفضل بوجه رساله للمجتمع بالكامل. دوله عظيمه تسعى للشفافيه والنزاهه والحوكمه، وهذه امامك، ان الدين، ان كل شيء متشاف. اتمنى ان يتحول الجميع في كل المؤسسات من عملية الصناديق والتبرعات النقدية الى التبرع غير النقدي ضبطا لعملية التبرعات، ولتكون تحت نظر كل اجهزة الدولة، يعلم الجميع كل مليم من اين دخل وفيما انفق، حتى نقطع الطريق على سواء والعياذ بالله سواء اي متكسبين او اي جماعات كانت تتاجر بالعمل الخيري او تستغل الجمعيات غطاء لجمع اموال خارج اطار القانون. طيب سيادة الوزير، مجالس ادارات المساجد سيادتك تعاملت معهم ازاي، وهل في محاسبة او في يعني نعرف عملوا ايه خلال الفترات اللي فاتت ولا لا؟ احنا طلبنا كلفت رئيس القطاع ان كل مجلس ادارة هيقدم اعماله خلال السنتين اللي فاتوا. كم جمع وفيما انفق من واقع المستندات. أيوة. والدفاتر، وخلال 31/12 اي مجلس ادارة لا يقدم ذلك ونتأكد ونراجع جميع اعماله سيعد منحلا من تلقاء نفسي ولن يجدد له. الامر الثاني، لو انا عندي مجلس ادارة خلال سنتين ما عملش حاجة، او عمل بس كان بقى ما بيدخلش الحساب، مش عامل حساب، بيجمع بمزاجه ويفرق بمزاجه. حتى احنا لا نشكك في الزمن، لا، ولكن القانون يا استاذ احمد، الاداره لا تعني الشفافيه، لا تعني عدم المتابعه، والثقه لا تعني عدم المتابعه، والمتابعه لا تعني الشك في احد. والا كانت الاجهزه الرقابيه والجهاز المركزي للمحاسبات بيعملوا الاجهزه دي ليه؟ احنا بنعين بعض. اللي يزعل حاجه تانية، احنا مش دوله قانون. يبقى اللي مش هيشتغل بالقانون ما ينفعش يشتغل معانا. احنا اللي بيحترم الدولة ويحترم القانون وقانون الدولة ويمشي وفق ان مجلس ادارة يبقى له حساب بنكي يدخل ويخرج حتى تستطيع كل الجهات ان تراه، اهلا وسهلا بيه. وهل مجالس ادارات كانوا بيوثقوا الحاجات؟ يعني كان عندهم ورق هيقدموه يقول لك احنا عملنا واشترينا؟ طبعا طبعا. لو ما عندوش كده هتعامل معاه ازاي؟ احنا بالنسبة لينا اولا في التجديد قبل 31 لن نجدد الا للمجالس الجاده كمان اللي قدمت خدمه. اللي عنده اي مخالفه خارج اطار القانون جهات الدوله تاخذ اجراءاتها القانونيه تجاه اي مخالفه. ده اللي هيتعمل سيادتك باذن الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مختار جمعه، وزير